تحت عنوان مسيرة العمل المناخي من ستوكهولم إلى شرم الشيخ، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بمقر كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، وذلك بحضور مئات الطلاب من الكليات المختلفة بالجامعة وبحضور قيادات الجامعة. يأتي ذلك في إطار سلسلة الجلسات النقاشية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي يتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية.